وخصص بالمناسبة كلمة للوضعية الأمنية، حيث أشاد بدور الجهات الأمنية مختلف أجهزتها ومؤسساتها بدورها الرائد في حفظ الأمن والاستقرار ببلدنا، والذي لا تشوش عليه أحداث إجرامية وإرهابية. ففي ظرف سنتين تمكنت أجهزة الأمن ببلدنا من تفكيك 20 خلية إرهابية، ليبرز أن هذا الرقم يعكس حجم المجهود الذي بذل والذي مكن بلدنا من النجاة من مخططات كانت تستهدف أمنه واستقراره. وأبرز أن العمل متواصل على حفظ أمن واستقرار بلدنا ليبقى المغرب كما كان بلدا آمنا مستقرا بقيادة جلالة الملك حفظه الله، وبانخراط الجميع، خاصة وأن جميع شرائح الشعب المغربي برهنت على رفضها وإذانتها للإرهاب، وأن المواقف الصارمة للشعب المغربي تؤكد وحدته في مواجهة هذه المخاطر. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديرو جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.